خلصت من قراصنة، سجلت في دورات مالية، أخذت دورة التسخير، مبروك، أخذت تجربة انتخابات لأول مرة، الله يقويك، اكتشفت قرصان، عدت لهوايتي في الشعر. أوه واو، أخبار جميلة صراحة، أخبار روعة 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 صراحة. هذا الشهر اللي ميز هذا الشهر إنه في أشياء عالقة قديمة مشت، تحركت، تلحلحت، صار في وضوح أكثر. وهو شهر، هو شهر فشل ونجاح، هو شهر يعني الطاقة ضاغطة إنك أنت تختار طريقك، إنك أنت تختار الجهة اللي أنت تؤمن فيها، الجهة اللي أنت تشوف أنها أصح، الاعتقاد اللي تشوف أنها أصح، الشعور اللي تشوف أنها أصح. هذا هو كان كل الشهر وطاقة الشهر اللي إحنا مرينا فيها، وممكن حتى تشوفونها على مستوى العالم. الشهر القادم تتغير الطاقة شوي، وراح نحكيها إن شاء الله في وقتها. بس سعيدة بكل هذه الأخبار. بالنسبة لي شخصياً وش أقدر أقول لكم؟ وش في أخبار؟ أخبار؟ أيوة، انتصرت على قرصان. هذا خبر، انتصرت على قرصان، هذا واحد. خبر ثاني، أيوة، كانت عندي أوراق عالقة عند جهة، تحركت. طيب، أوراق كثير مهمة، كثير مهمة، يعني تغير من مستوى حياتي، تحركت هذه الأوراق والحمد لله صار فيها قبول ومشت أوراقي. طيب وش بعد صار عندي؟ فتحت بزنس جديد. هذه ثلاثة. طيب آخر شيء، آخر شيء، آخر شيء، آخر شيء، اليوم مكالمة جتني بسبب الحرب اللي صايرة في مناطق، عقاراتها ارتفعت، فأنا عندي عقار في مكان، فجاني اتصال إنه عقاري ارتفع وفي فرصة للبيع بربح. فأعتبر إنه هذا الشهر شهر نجاحات صراحة، شهر نجاحات وكثير، يعني هذه الأشياء اللي أقدر أقولها. فمبسوطة يعني مرة مرة مرة، خطير هذا الشهر. إن شاء الله الشهر الجاي يكون برضو بنفس المستوى. يعني سمعنا اليوم، سمعنا أخبار كثير جميلة، كثير ناس توظفوا، كثير فيها أخبار تعديلات وتصليحات من الداخل، كثير سمعنا أشياء عالقة تحركت، أثاث من زمان ما جاء، تصحيح للبيت أو تعديل للبيت أو ترميم من زمان ما ترمم. ففي أشياء كثير كانت عالقة تحركت هذا الشهر. فأبغى أقول لكم يعني شكرا جزيلا على كل اللي سويتوه، وشكرا على كل هالطاقة اللي أنتم حطيتوها، وساعدنا بعضنا، ساعدنا بعضنا كلنا في أن نوصل لهذه المرحلة ونحقق هذه النجاحات. وعلى فكرة ترى النجاحات مو بس هي الأشياء المادية اللي إحنا حصلناها، أو الأثاث اللي حصلناه، أو الربح اللي حصلناه، أو المشروع اللي نجح، أو لا، أيضا العمق من كل هالشهر اللي إحنا قاعدين نحط له النية، الإدراك اللي إحنا أدركناه. مؤكد إنه كل شخص فيكم أدرك شيء ما كان يدركه قبل عن النجاح أو عن الفشل أو عن التوكل أو عن التسخير أو عن كل موضوعاتنا اللي كانت هالشهر. أدركنا شيء في مجال النجاح ما كنا ندركه قبل، ما كنا نعرفه. هذا شيء جميل، شيء جميل إنه إحنا دفينا طاقتنا، تحركنا شوي، وسعنا إدراكنا، وأكيد بناء عليه راح تحصل نتائج قد ما تكون اليوم عاجلة. بعض الأشخاص يقولك والله ما صار لي شيء، ممكن أيضا ما يكون صار لك شيء، ممكن يكون عندك اختبارات في الفشل أيضا تكون صارت لك، أو ممكن إنه الأشياء بتصير. شوفوا الشهر هذا الأشخاص اللي فازوا أو حصلوا على اكتشاف القراصنة أكثر من الشهر اللي راح، مع أن الشهر اللي راح كان هو الثراء. فخلي أذكرك أنه نيتنا حقت الثراء ما زالت تشتغل، إحنا ما ألغيناها ولا نفيناها، لكن ما عدنا مركزين عليها كثير، بس خلاص إحنا حطيناها وخلاص، خلنا نقول يعني ما عاد عندنا التركيز الكبير عليها. الشهر هذا إحنا ركزنا على النجاح عشان نبغى نفهم، نبغى نتعمق، نبغى نشوف أي إدراك قريب نستطيع أن ندخله في طاقتنا. وإحنا اليوم خلصنا من هذا الطلب، وخلصنا من هذا
ان احنا ندف في هذه الطاقه، لكن ما يعني ان احنا بنقول اكس للنجاح، لا، النجاح قاعد معانا وراح ينضم لنوايانا وراح يستمر. فبالتالي قد ما تكون حصلت شيء هذا الشهر، قد يكون الشهر الجاي يطلع معك شيء نجاح، في نجاح. خصوصا الشهر الجاي يعني محتاج فعلا نوايانا. فجميل انه احنا وصلنا لهذه النتائج هذا الشهر، وان شاء الله نستعد غدا لشهر جديد ونية جديدة وفيلم جديد وكورسات جديدة وافكار جديدة ووعي جديد وطاقة جديدة وواقع جديد. والواقع الحالي صراحة الأجواء اللي قاعدة تصير يمكن نحتاج ان نتكلم عنها الشهر الجاي، يمكن اكثر من مرة نتكلم. احنا في ظروف تاريخية استثنائية وفي مفترق طرق البشرية، يعني ما هي عارفة وين تروح وما هي مقررة وين تروح، فاحنا محتاجين ان يعني ندعم جانب النور ونكون مركزين على أنفسنا ومركزين على الخير وطاقة الخير. خلونا ناخذ أسئلة، لو كان في سؤال خلنا نقول في سؤال ما جاوبناه ما مرينا عليه، في أحد محتار قبل ما تقفل الكورسات، في أحد محتار يشتري ولا ما يشتري، ها يعني يشتري. واحدة ارسلت لي قالت محتارة اشتري ولا انتظر الشهر الجاي يمكن في كورسات احسن. فعلا صراحة يمكن مرات افكر يعني لو كنت مكان اقول اشتري الان ولا الشهر الجاي يمكن الكورسات اقوى. فسؤالها كذا خلاني افكر اقول ما اعرف. النهاية يعني الشخص لازم هو يفكر ايش احتياجاته، لازم هو يفكر انه انا احتاج هذا الشيء خلاص ابغى هذا الشيء، ما يحتاج انا اقلق انه لو شهر لو بعد سنه صار في كذا، لو خلني في هذه اللحظه انا مسؤول عن اداره هذه اللحظه، فبالتالي هذه اللحظه هذا يناسبني احتاج هذا الشيء اشتري، ما يناسبني ما احتاجه خلاص ما يحتاج. فخلوني باخذ بعض الاسئله. ليش أحس النجاح شيء تافه؟ والله سؤالك قوي، سؤالك قوي عشان كذا اخترت هذا السؤال. شوفي يا روى، هو طبعاً في الكرسي اللي أنت تقعدين فيه هو النجاح فعلاً شيء تافه، هو الفشل شيء تافه، لكن في كراسي أخرى ونظارات وفلاتر الناس تقعد فيها ولديها شعور مختلف تجاه النجاح، ولديها فلتر ونظارة مختلفة تجاه النجاح. زي مثلا لما في شخص مثلا عنده علاقة عاطفية، طيب يشوف انه هذه العلاقة العاطفية هي أهم شيء في الحياة، هي اللي تعطيه الدافع، هي اللي تعطيه الشعور، هي اللي تعطيه الرغبة في الحياة. شخص آخر يشوفه يقول ايش السذاجه، ايش الغباء هذه، قاعدين يضحكون على لابسين نظارات ورديه وقاعدين يضحكون على بعض، فايش التفاهه هذه. فهي يعني سلسله من ايش افكارك، ايش معتقداتك، ايش مفاهيمك. النجاح والفشل مفهوم ممكن يكون انه تدمر عند اشخاص وممكن ما يكون تدمر عند اشخاص، لكن ما ابغى انه الشعور هذا يكون قادم من عجز، ما ابغى. لو كان هذا الشعور قادم من تدمر للمفهوم راح اكون سعيده بوجهه نظرك، لكن لو هذا الشعور قادم من انه النجاح كثير صعب، فبالتالي تعرفون هذه الحيله النفسيه او المشاعريه انه انا اللي ما يطول العنب حامض عنه يقول بالضبط، فبما اني انا ما اقدر اسوي هذا الشيء يبغاني يقول هذا الشيء سخيف وما عندهم سالفة ولا فيهم ولا مع كذا. فمرات كذا انه النجاح صعب علي وماني قال اصلا فكرة تافهة يتعبون انفسهم وبعدين عشان ايش يعني وكذا، فما ودي انه يكون هذه حيلة مشاعرية انت تسوينها، لكن اذا كان شيء اخر ممكن نقول انه جيد. دارين تسأل تقول هل النجاح مرهون بالفشل؟ قصدك هل يشترط الفشل للنجاح؟
فلسفات، أوكي هناك فلسفات. أنا ما أقدر أروح كثير حتى ما أكون قاسية على أشخاص قد ما يتحملون كلامي، لكن هناك فلسفات تقول إنه الفشل شرط للنجاح، وهناك فلسفات ترى إنه النجاح مش يعني له قوانين، والفشل لها قوانينها، وبالتالي إنه أنت ممكن تمشي بهذا ولا تصل لهذا ولا تحصل على هذا. طبعا أنا أشوف إنه الفشل هو جزء من الحياة، وهو جزء رئيسي من الحياة، ما هو جزء ثاني، جزء يعني حاضر، الظلام، الفشل، الظل، جزء حاضر في الحياة، ما هو جزء مش حاضر. والشخص الغير مستعد، أو خلنا نقول الذي لا يستطيع أن يرى الظلام والظل والفشل في نفسه وفي مادته وفي فكره وفي شعوره وفي طاقته، شخص ما فتح إلى الآن، ما فتح، هو في درجة من الغياب ودرجة من النوم. لكن من الصعب أيضا الحديث عن هذا الكلام بصوت عالي، لأنه مو كل الناس تستطيع أنها تتحمل الحديث عن الظلام والحديث عن الفشل. وأقترح عليك تحضرين ثورة الفشل.